إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الكلمة الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتتمة الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث 5672. هذا الحديث الشريف يعد من جوامع الكلم ويمثل ثلث الإسلام. يحدثنا في بدايته عن اللسان، واللسان أكثر الجوارح حركة، أكثر الجوارح حركة في الإنسان اللسان، وحركات اللسان قد تبني وقد تهدم، قد تجمع وقد تفرق، قد تقرب وقد تبعد، قد تزرع الأمل وقد تزرع اليأس، قد تزرع الأمن والأمان وقد تزرع النزاع والفتن. فالكلمة إذن عمار أو دمار. وديننا الحنيف من خلال هذا التوجيه النبوي الشريف يرشدنا إلى الكلم الطيب، إلى الكلمة الطيبة التي تبني ولا تهدم، التي تجمع ولا تفرق، التي ترفع ولا تضع، التي تقرب ولا تبعد، التي تزرع الأمل ولا تزرع اليأس، التي تزرع الأمن ولا تزرع الفتن. وقد ذكرها الله جل جلاله في آي القرآن كقوله على سبيل التمثيل: وقولوا للناس حسنا، وكقوله في سورة القاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكقوله في سورة إبراهيم:
من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إلى أن يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة التي تخرج من أفواهنا قد تكون سبباً في جلب الحسنات، وقد تكون سبباً في اجتراح السيئات. نسأل الله أن يوفقنا إلى الكلم الطيب، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو صمام أمان الذي يستحضر مراقبة الله لكلماته، لحركاته، لسكناته. لا بد أن يفكر قبل أن يتكلم، لا بد أن ينظر إلى مآلات حركات لسانه، فإذا كانت الكلمة مفيدة نافعة ينطق بها وهو آمن. أما إذا كانت الكلمة سيئة فاسدة مفسدة يحجم عن قولها، لأنه يعلم علم اليقين بأنه سيحاسب عن كل قول ينطق به لسانه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا بد أن يستحضر ذلك اليوم الذي ينتظرنا جميعاً، وكلنا سيحاسب يوم القيامة لا محالة، كما قال ربنا في آخر ما أنزل، والآية في سورة البقرة 281: فمن كان يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوماً، فكروا في ذلك اليوم الأخير، انظروا إلى ذلك اليوم الأخير الذي ينتظركم جميعاً، اتقوا ذلك اليوم، فذلك لقاء محتوم، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم وفقنا إلى أحسن القول، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع عنا جميع الأوبئة ما نعلم وما لا نعلم، اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا، رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.